رأيك ايه في كيروش مدرب البرتغالي؟ الاهلي جابه فترة قليلة ويعني خلاص هيرحل على الاهلي. سواريش. سواريش كيروش ايه؟ انت كيروش ده دخلتني في المنتخب، كروش، ما هو كلهم خلينا برتغاليين يا كابتن. سواريش 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 سواريش، ان سواريش. كيروش مرشح فعلا للاهلي. لا سواريش يعني النادي الاهلي كان بيفكر في مدرب مشروع. انا كنت وجهة نظري ان فعلا تجيب مدرب مشروع للنادي الاهلي، مدرب صغير، خاصة ان احنا نتفرج خلينا في الكرة الانجليزية، هي اهم حاجة او اهم دوري في العالم واقوى دوري. معظم المدربين الموجودين اعمارهم مش كبيره، يعني النهارده ستيفن جيرارد ماسك فرقه استون فيلا، تلاقي باتريك فييرا ماسك كريستال بالاس، تلاقي لامبارد ماسك لسه لعيبه ايفرتون، كانت بتلعب من هم 4 سنين لعبوا او قريب ثلاث معانا يعني. سنين بقى، ومدربين في انديه كبيره. يعني الجيل بتاعي يعني مثلا من لا عمرنا، اصغر منك كابتن. ممكن فيهم ناس اصغر وفيهم ناس يعني الجيل اللي احنا يعني، فتلاقي على مستوى العالم تلاقي مدربين منتخبات صغيرين، مدرب ايوه منتخب انجلترا، مدرب اسبانيا. فده اللي الصح في الفتره الاخيره، انك تجيب مدرب عنده مشروع، عنده اسلوب، وتبدا تجيبه للفرقه يعمل لك فرقه لقدام كذا يعني سنه. انت شايف تعاقد الاهلي مع ريكاردو سواريش كان تعاقد سليم؟ لا الفكره كانت كويسه، فكر لك الفكره، لكن لما جه مواصفات سواريش سواريش. لكن مواصفات سواريش للامانه يعني، الراجل لما جه قلنا جاي في ظروف صعبه جدا فعلا، اي عنده اصابات كتيره، ما يعرفش، اول مره يجي المنطقه العربيه تقريبا، اول مره يخرج بره البرتغال، فعنده حاجات كتيره لازم يلمها بسرعه وما عندوش وقت، فاصطدم بالواقع ان عنده فرقه فيها مشاكل كتيره. انا كان كل ده عذره فيها جدا، وكنت ساعات بسأل يعني بتسأل من الاعلام سواريش سواريش، بقول لا الراجل بيجي في وقت صعب وما اقدرش احكم عليه في وقت ازاي، بس انا كنت بحكم عليه فنيا. النهارده انا مش هقول للراجل ده بيدرب كويس ولا بيعد اللعيبه كويس، ولا انا عايز اشوفه في اداره المباراه. اداره المباراه هي اهم حاجه عندي، فاداره المباراه ما كانتش على ضعيف. ما كانتش على مستوى وانا النادي. قلت الكلام ده على فكره كابتن كشري، ان هو يعني طريقته وفكره، حتى اللي هو الاهلي يتراجع ويلعب زون ديفنس وما يقابلش من قدام، دي كانت غريبه على الاهلي. مش الاهلي اللي يلعب كده، الاهلي لازم يضغط من قدام. برافو هو عليك. متعود في البرتغال كان ماسك فرق صغيره، ايوه فبيرجع يعمل زون ديفنس في نص الملعب برافو تحت عليك. الكوره كل الناس، ايوه ويدي مساحه للفرقه الاخرى، وده مش ستايل الاهلي خالص. الله ينور عليك. انت جبت مدرب